شكرا لكم. من دواعي سروري أن أرحب بالرئيس سانتوس إلى البيت الأبيض. كولومبيا هي أحد أقرب حلفائنا في هذه المنطقة، واليوم نعيد تأكيد على هذه الشراكة بين هاتين الأمتين العظيمتين. الرئيس سانتوس وأنا عقدنا اجتماعا مثمرا، وسنواصل العمل عن كثب لإحلال السلام والازدهار والرخاء في المنطقة. ربما ما من منطقة أهم من حيث التعاون، خصوصا فيما يتعلق بوقف وباء المخدرات الذي يهدد بلدينا. مؤخرا شهدنا توجها مثيرا للقلق بشأن إنتاج وزراعة نبتة الكوكو التي وصلت إلى أرقام قياسية، وأعتقد أن الرئيس سيحاربها. نحن علينا أن نتصدى لهذا التهديد المشترك الذي يهدد مجتمعاتنا. واليوم أكدت على رغبة الولايات المتحدة بدعم استراتيجية كولومبيا والتي تهدف إلى القضاء على تجارة المخدرات في تلك المنطقة والأموال غير المشروعة التي يتم توليدها من تجارة المخدرات وإنتاج الكوكايين الذي تجاوز حدود. إن وباء المخدرات يسمم حياة كثير من الأمريكيين، وعلينا أن نوقف ذلك وبطرق عدة، إحداها عن طريق الجدار. إدارتي ملتزمة بمنع المخدرات والعصابات من دخول بلادنا، وإلى الآن قمنا بالحد من عدد أو نسبة الذين يسعون إلى دخول بلادنا بنسبة 73%. وأنا أدين بالفضل إلى وزير الأمن الداخلي الذي قام بعمل مذهل. ونعم لدينا مجموعة من الأشخاص الرائعين الذين يعملون معنا، خصوصا إدارة الجمارك والهجرة وكذلك أمن الحدود، وهم يستحقون تحياتنا. كذلك MS-13، وهذه العصابة البشعة والتي دخلت بلادنا خلال وقت قصير، نحن نعمل على تفكيكها على يد حرس الحدود وكذلك إدارة الهجرة والجمارك وقوات وجهات إنفاذ القانون المختلفة، ونقوم بإبعادهم إلى خارج البلاد، وفي بعض الأحيان نقوم بزجهم في السجون في هذه البلاد وبلادهم. هذه العصابة التي احتلت فعليا وحرفيا مدنا وبلدات أمريكية، ولكنهم سيختفون قريبا. أنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس سانتوس بشأن التصدي لتجارة المخدرات، فكل من الولايات المتحدة وكولومبيا تربطها علاقات أمنية قوية جدا، وخصوصا في الفترة القصيرة الماضية. ونحن معا سنواصل حربنا ضد الشبكات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المخدرات، ونحن ملتزمون وبقوة تجاه التخلص من هذه الشبكات، لأننا نسعى إلى مستقبل أكثر إشراقا بالنسبة لبلادنا. أنا والرئيس سانتوس ناقشنا الأوضاع المتدهورة في فنزويلا، والتي وصلت إلى وضع متردد كما نشاهد عبر وسائل الإعلام. إن فنزويلا آمنة ومستقرة هي في مصلحة الأمريكيتين، والولايات المتحدة تقف إلى صف كافة شعوب المنطقة الذين يتطلعون إلى الحرية، ونحن نتطلع إلى كولومبيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية للمشاركة في التصدي للمشكلة الفظيعة التي تواجهها فنزويلا. وحتى على الصعيد الإنساني وما يحدث أمر لم نشهد له مثيلا منذ وقت طويل. كذلك أؤكد على العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، وسنركز على السياسات التجارية التي تصب في مصلحة شعوب البلدين. كذلك نحن نسعى إلى تعزيز الفرص التي بشأن التصدي لمشكلة المخدرات، وبما يحقق آفاق أفضل لشعوب البلدين وشعوب المنطقة. هنالك الكثيرون ممن تأثروا وبشكل فظيع من أعمال العنف وتهريب المخدرات، ونحن سنتصدى لهذا الوضع، ونحن اتفقنا كلانا بأن نتصدى له بقوة وبسرعة.
الرئيس سانتوس، أتشرف بلقائك ولقاء الوفد المرافق وهؤلاء أشخاص أكفاء، وأنا أتطلع للعمل معكم وأتطلع إلى مزيد من اللقاءات والاجتماعات المثمرة التي عقدناه للتو. أرحب بك مرة أخرى في البيت الأبيض، وأود أن أتقدم لك بالتهنئة على فوزك بجائزة نوبل للسلام، إنه إنجاز مذهل بحق. شكرا لك. السيد الرئيس، أود أن أشكرك وبشكل شخصي على هذه الزيارة المثمرة والحارة، وكذلك على دعمكم، على الدعم الكبير الذي تلقاه كولومبيا منكم ومن إدارتكم ومن الكونغرس ومن الشعب الأمريكي. كما تعرفون فإن بلدينا ولوقت طويل كانت تربطهما علاقات وتحالف قوي. نحن نؤمن بنفس قيم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، ونعمل معا كي يكون هذا الجزء من العالم ينعم بالسلام والأمان. الولايات المتحدة وكولومبيا كلاهما دولتان أو بلدان ديمقراطيان، ونحن دعمنا بعضنا بعض ولوقت طويل، وجنودنا قاتلوا إلى جانب الجنود الأمريكيين في الحرب الكورية، كذلك شاركنا في جهود التصدي للأوضاع في أفغانستان، وكذلك نحن نقف صفا واحدا في مواجهة عصابات تهريب المخدرات والعصابات الإجرامية. ويمكننا القول سيد الرئيس أنه واستنادا إلى مباحثاتنا هذا اليوم، فإنه ما من شك لدي بأن الولايات المتحدة وكولومبيا ستواصلان وبشكل أكثر من أي وقت سابق ستبقيان داعمين لبعضهما بعضا وتحالفهما أقوى. إن تعاوننا الوثيق حقق فوائد عدة لكولومبيا، والتي يمكن أنا أن ألخصها كالتالي: عندما كانت كولومبيا تقاتل من أجل الحفاظ على الديمقراطية، واجهت عصابات تهريب المخدرات وكذلك العصابات الإرهابية، حين ذاك مدت الولايات المتحدة لنا يد المساعدة وساعدتنا على الفوز في تلك الحرب. نحن لن ننسى ما قدمته الولايات المتحدة لنا. نعم، الآن نحن نعيش في بلد مختلف. اليوم كولومبيا باتت تنعم بالسلام ومجتمعها يحقق العدالة والإنصاف. وربما تذكرون العام الماضي قمنا بإنهاء أطول حرب أهلية في المنطقة، والعصابات والفصائل المسلحة والميليشيات وضعت سلاحها وباتت تشارك في مستقبل البلاد. الأوضاع الأمنية تحسنت إلى حد كبير، ووصلنا إلى أدنى مستوى من العنف منذ 40 عاما، وحققنا أيضا تقدما ملحوظا على صعيد التعليم والإسكان والصحة والخدمات الاجتماعية. ملايين الكولومبيين خرجوا من تحت خط الفقر، ونحن سنواصل العمل كشركاء، وذلك من أجل تعزيز السلام في كولومبيا وفي المناطق الأخرى من العالم. وبسبب دعمكم القوي استطعنا أن نتخلص من آلاف الألغام المضادة للبشر، والتي أدت إلى مقتل وإعاقة وجرح الآلاف وعشرات الآلاف. ونحن الآن نتعافى من هذا الوباء وعاكفون على مجموعة من البرامج الاجتماعية، وكما ذكرنا اليوم نحن نعمل مع إدارتكم للاستفادة من الفرص
التي يوفرها السلام في كولومبيا، وذلك سعيا للتخلص من إنتاج نبات الكوكا، ونتصدى بشكل فاعل كافة الشبكات التي تنشط في مجال تجارة المخدرات وكذلك استهلاك المخدرات. ونحن سنتصدى بكل حزم للعصابات الإجرامية التي تنشط عبر الحدود. إن برنامجنا المشترك والمؤطر بالحوار على المستوى الذي نقدره نحن في كولومبيا على نحو كبير، والذي يتضمن تعاونا كبيرا في تحسين التعليم وتوفيره للجميع، وهذه من أولى أولوياتنا ومن أولى أولويات سياسة حكومتي، وكذلك في قطاعي التكنولوجيا والابتكار. ومن خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص استطعنا أن نبرم اتفاقيات تجارة واتفاقيات استثمار مفيدة للطرفين، واليوم وقعنا اتفاقية إنشاء مجلس ريادة الأعمال بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ونحن حريصون أن تكون كولومبيا هي وجهة الاستثمار ووجهة الشركات الأمريكية، وكولومبيا وبكل فخر ستبقى صديقا وثيقا وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة. السيد الرئيس ترامب، آمل أن تتمكن من زيارتنا قريبا حتى تشهد رأي العين التقدم الذي أحرزناه في بلادنا، وأتطلع إلى الترحيب بك في كولومبيا، كولومبيا التي باتت تنعم بالسلام والرخاء والازدهار، والتي أسهمت أنت في ذلك إلى حد كبير. شكرا لك. Does anybody have any questions? هل لديكم أي أسئلة؟ أنا مصدوم ومتفاجئ بعدد الأيدي التي رفعت. تفضل جون. Thank you. Mr. President, let's get your reaction to السيد الرئيس، أتطلع إلى ردة فعلك تجاه قرار نائب وزير العدل روزنستاين والمتعلق بتكليف محقق خاص يحقق في. أنا أحترم هذا القرار، وأقول أن ما يحدث هو كما يذكرني ب تتبعي الساحرات. أعتقد أن هذا قسم البلاد، ونحن بلد انقسم على نفسه بسبب هذا القرار وقرارات أخرى. كما ذكرت، نحن نريد أن نوحد البلاد مرة أخرى، وأقوله بشكل قوة، نحن حققنا نجاحات مذهلة لو تأملنا في فرص العمل التي قمنا بخلقها، كذلك حماية الحدود، وسترون نجاحات لا نظير لها إذا ما يقوم به الجنرال ماتس وآخرين في الحرب ضد تنظيم الدولة، والنجاحات المذهلة التي تحققت. وتعرفون، غدا أنا سأكون في طريقي إلى السعودية وإسرائيل وروما، وسأحضر اجتماع الدول 7، ولذلك لا أريد والأكره أن أرى أي شيء من شأنه أن يمزق البلاد ويفرقها. علينا أن نعود إلى إدارة البلاد وبالشكل الصحيح. نحن حققنا تقدما مذهلا خلال الأيام 100 الأولى، ورأيتم أرقام الوظائف وكذلك عجلة الإنتاج التي عادت وبشكل متسارع، كذلك المصانع التي فتحت أبوابها. هذا ما أريد أن أركز عليه، وصدقوني ليس هنالك أي تواطؤ مع روسيا، وطبعا أولويتي الأولى هي الولايات المتحدة بغض النظر عن روسيا أو غيرها من الدول. السيد ترامب، السيد سانتوس، هل يمكننا القول بأن اجتماعكم هذا يمثل خارطة طريق جديدة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين؟ وأنت تحدثت عن حقبة ما بعد الحرب الأهلية،
وسؤالي للسيدة ترامب، هنالك الكثير من عمليات القتل وانتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا، وهذا يتطلب عملا كبيرا. نعم، فنزويلا هي تواجه مشكلة جدية وجسيمة، ونحن لم نشهد مثل هذه المشكلة وهذه الأزمة منذ عقود. والرئيس كان يقول لي، وأنا أعرف أن فنزويلا بلد ثري جدا، وهي ربما الأثرى في أمريكا الجنوبية وتمتلك جوانب قوة في كثير من المجالات، والآن ضربها الفقر، الناس لا يجدون ما يملؤون به بطونهم، والعنف منتشر، ونحن سنبذل قصارى جهدنا وسنقوم بما هو لازم لمساعدة حل هذه الأزمة أو حل هذه المشكلة. وعلى الصعيد الإنساني، وعندما نتأمل في الثروة التي تمتلكها فنزويلا وكذلك مخزون النفط، يتساءل المرء عن تردي الأمور إلى هذا المستوى، لكن كما ذكرت البلاد أديرت بشكل سيء ولسنوات طويلة. هذه الأصول والموارد يمكن أن تستخدم في مصلحة المواطنين، لكن ما يحدث الآن هو أمر يبعث على الخزي، وهو وصمة عار في جبين الإنسانية. وإذا كان الرئيس يريد أن يجيب السؤال بشأن، طبعا الالتزام الذي أبداه الرئيس ترامب وإدارته طبعا هذا يؤكد على سعي الولايات المتحدة لمساعدة كولومبيا و مستقبلها بعد الحرب. فيما يتعلق بخارطة الطريق، نحن نحيي جهود الولايات المتحدة في هذا الإطار، وهذا الصباح قمنا بإنشاء ما يسمى بمجلس ريادة الأعمال، كي يتاح للقطاع الخاص أن يكون له دور في خريطة الطريق هذه، وهذا يعني بأننا نعمل معا ونتعاون معا على كافة الصعد وعلى كافة المجالات التي فيها مصلحة البلدين. ونحن قمنا بالتصديق على هذا الالتزام وعلى خارطة الطريق، وكما قلت من قبل، العلاقات التي تربطنا بالولايات المتحدة هي في أفضل حالاتها، وتربطنا بها علاقات استراتيجية. الرئيس سانتوس، سؤالي لك، سمعت الرئيس ترامب يقول أنه من المهم جدا وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأشار إلى مسألة أهمية بناء جدار يفصل الحدود الأمريكية المكسيكية، فهل توافقه الرأي وتعتقد أن هذه آلية مناسبة لوقف تدفق المخدرات؟ أعتقد أن الطريقة والوسيلة المثلى لمكافحة تهريب المخدرات تكمن في التعاون بين الجهات المعنية. هذه المشكلة لا تعني الولايات المتحدة وكولومبيا فقط، بل هذه مشكلة تواجه العالم، علينا أن نوحد جهودنا نحن أعلننا الحرب على المخدرات قبل 40 عاما، ولكننا لم نحقق أي تقدم ملحوظ على هذا الصعيد. ونحن كما ذكرت نحتاج إلى تضافر الجهود، والآن نريد أن نطبق استراتيجية جديدة، العصا والجزرة، العصا من خلال ما قمنا به التخلص من حوالي 50,000 هكتار كانت تستخدم لزراعة نبتة الكوكا، وكذلك بدأنا وبشكل طوعي وبشكل طوعي تحويل المزارعون إلى
من زراعة الكوكا إلى زراعة محاصيل أخرى في السابق، وبسبب الحرب لم نتمكن من شق طرق وتوفير إمكانيات رائعة لهؤلاء الريفيين وغيرهم، ولكن الآن كما ذكرت باتت الأمور مختلفة، وفي الوقت نفسه سنواصل العمل معا، نحن الولايات المتحدة وكولومبيا وباقي دول أمريكا الوسطى للتخلص من ما يسمى بالجهات الوسيطة. قمنا بتدمير أكثر من 22 ألف معمل تصنيع للكوكايين في كولومبيا وغيرها، وهذا العام نحقق تقدما أفضل، ولذلك من خلال العمل معا والتعاون معا يمكن أن نكون أكثر فعالية ونجاعة في التصدي لهذه الآفة. هذا سؤال دبلوماسي وطويل، لكنني أقول وبشكل مختصر، الجدران تعمل وهي ناجحة، واسألوا إسرائيل، وما من خيار آخر أمامنا. شكرا سيد الرئيس. هذا الأسبوع والذي شابه كثير من الأخبار والأخبار العاجلة، هل طلبت من رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية بأي شكل أن يقفل ملف التحقيق مع الجنرال فلين؟ أقول لك لا لا. السؤال التالي، الآن وأنت تتأمل في تنظر إلى الأشهر الستة أو السنة الماضية، هل تتذكر بشأن ما قمت به ما يمكن أن يستدعي تحقيقا بما قمت به وربما ما قد يقود إلى عزلك؟ لا لا، هذا سخيف، وما يحدث هو أمر سخيف. علينا أن نتصدى للمشاكل التي تواجهها البلاد، ونحن كما ذكرت قمنا بعمل رائع، ولدينا الملايين من الأمريكيين الذين ينظرون إلى ما تقوله وينظرون بتعجب. المدير كومي لم يكن يحظى بالشعبية من قبل كثيرين، وأنا قلت عندما اتخذت القرار أنني حصلت على توصية قوية جدا من نائب وزير العدل راد روزنستاين، وعندما اتخذت القرار كنت أعتقد أنه سيحظى بدعم من الحزبين، لأنه من ضمن الديمقراطيين هنالك الكثير من الديمقراطيين الذين كانوا يتحدثون بشكل سلبي عن كومي وينتقدونه، كان أداؤه ضعيف جدا، ولهذا قام نائب وزير العدل بكتابة هذه الرسالة القوية. وفوق ذلك كله، وبعد أدائه في جلسة الاستماع يوم الأربعاء، طبعا هو أدلى بتصريحات سيئة. كما ذكرت نحن بحاجة إلى إدارة جديدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو جهاز متميز، ولكن كما تعرفون مؤخرا وإزاء ما حدث خلال الحملة الانتخابية والتحقيق في حملة كلينتون، we're going to have a director who's going to be outstanding. I'll be announcing that director very soon. نحن سنعلن، أنا سأعلن عن مدير جديد قريبا. وأختم بالقول بأننا نتطلع إلى الانتهاء من هذا الموضوع. كي نركز على خلق الوظائف وتعزيز قواتنا المسلحة وتحقيق نجاحات على صعد عدة بما في ذلك الرعاية الصحية، لأن نظام أوباما كير انهار وتداعى وهو بحكم المنتهي والميت. هناك الكثير من شركات التأمين التي انسحبت من نظام أوباما كير، وبالتالي هذا أصبح ضربا من الماضي. كذلك يجب أن نعمل على تخفيض الضرائب، وسيكون هذا أكبر تخفيض للضرائب في تاريخ البلاد. هذا ما أريده، هذا سيساعد على عودة شركات والوظائف وغيرها.
كثير من شركاتنا غادرت البلاد وذهبت إلى دول قريبة من كولومبيا. السيد سانتوس، نحن سنغير ورأيتم ما قامت به شركات مثل فورد وجنرال موتورز في أوهايو وميشيغان. هذا ما أفخر به وهذا ما نريد أن نركز جهدنا عليه. الأمور الأخرى كما ذكرت، لم يكن هنالك تواطؤ مع روسيا، وحتى أعدائي قالوا أنه ما من تواطؤ حدث. لذلك نريد أن نعود إلى المسار الصحيح، لأن المسار الذي نمضي عليه سيحقق أرقام قياسية، وهذا ما نسعى إليه. كشخص خرجتم من عصر شهد اضطرابات وجرائم وعنف، ما الذي تنشدونه من إدارة الرئيس ترامب؟ وثانيا، أنت واجهت مشكلة مع محطات الراديو المحافظة، وكان لك تاريخ وباء ولك باع طويل في هذا المجال، فما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للرئيس ترامب؟ لا أعتقد أنني في معرض تقديم أي نصائح، أعتقد أنه قادر على التعاطي مع الأمر بشكل جيد. ما قمنا به في كولومبيا، وأنت محق في وصفك ذلك، كان يقوم على المثابرة والصبر. عندما تعرف هدفك وتعرف أنك تقوم بالأمور الصحيحة، وبالتالي يجب أن تثابر وتواصل العمل، وهذا ما قمنا به في كولومبيا. ولذلك كنا على شفا أن نصبح دولة فاشلة، والآن أصبحنا النموذج الذي يحتذى في المنطقة، وهذا تحقق من خلال الاجتهاد والعمل الدؤوب والمثابرة ومواصلة العمل، وهذا ما ينبغي أن نواصلها ونستمر فيه، لأن الرحلة لم تنتهي بعد. تفضل ريكاردو. سؤالي بشأن العلاقات التجارية، أنتم على بصدد إعادة النقاش في اتفاقية نافتا، وكولومبيا هي شريك تجاري مهم في المنطقة. وسؤالي للرئيس ترامب عن اتفاقية السلام في كولومبيا. نعم، كانت طريق طويل، وأقول أن الرئيس قام بعمل رائع واستثنائي، سيما وأنه يأتي بعد سنوات صعبة وطويلة من الحرب. وأنا أود أن أهنئك، وأعرف أنه ما من شيء أصعب من السلام، ونريد أن نحقق السلام في العالم، وأنت مثال على شخص ناجح. منظمة فارك شكلت تحديا كبيرا وصعبا لكم، وأعتقد أن الرئيس قام بعمل مذهل ورائع ومتميز رغم صعوبته. فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، العجز التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة ليس كبيرا بل هو متوسط، وهذا يعني بأن كلا البلدين ستعملان على زيادة حجم التجارة في الاتجاهين وكذلك الاستثمارات. أقول أن كولومبيا باتت محطة استثمار مهمة في الولايات المتحدة، وهذا أمر قد لا يعرفه الكثيرون، لكننا نفكر أيضا بالاستثمار في الولايات المتحدة. نعم، نحن حاولنا أن نوفر حوافز للمستثمرين، ونحاول أن نشجع المستثمرين في القطاع الخاص، وأعتقد أننا مهدنا الطريق وأوجدنا الأرضية المناسبة والمواتية لتعزيز الاستثمارات. وأنا أعرف أن هنالك الكثير من الشركات الكولومبية التي باتت تصدر سلعها ومنتجاتها إلى الولايات المتحدة، ونحن نستطيع أن نستفيد من العلاقات التجارية الثنائية والتي تمكن من تدفق وزيادة حركة التجارة بين البلدين، وبما يحقق الفائدة لشعبي
البلدين. شكرا لكم.